كيلو بيست اللي هي فريش عاملين احنا بيست ده الفروزن، عندنا اورنج جوس، عندنا عصير برتقال اورنج جوس، عندنا مانجو، عندنا اللايم مقطع، عندنا مينت، وعندنا جينجر بريد سيرب، عندنا الوايلد مينت سيرب، وعندنا الباشن فروت سيرب. من وين حصلهم هذيلا شيف؟ وين حصلهم؟ في عندنا في محل موجود بالشويخ اسمه بلسميك، اي عند دوار الفحم لتحت شوي، أيه. موجود عنده كل الاشياء اللي بنستعملها نحن للدرينكات موجوده عنده. يلا خوش دعايه. وهذا موجود عنده، فروزن ريدي فروزن. شو اسمه؟ باشن فروت فروزن. ممتاز. مويتو فروزن، الباشن فروت فروزن حطيناه، حطينا اللايم هو قطعناه، حطينا الورق منت النعنع نكبسهم بس لحتى ياخذوا النكهه مع بعض، اللي هو اللايم مع النعنع. احنا مثل ما شفتوا عملناهم مع بعض، الليمون والمنت والباشن فروت، مصطبينهم بقلب وعاء بدنا نتسرفس فيه. نحط معهم نص لتر برتقال، مانجو، عندنا سيرب، باشن فروت سيرب، سوي شوية من الوايلد مينت، هيا كمان بتكفي. يكون عندنا لتر اورنج ولتر مانجو معهم، بنضيف ثلجة عليهم. وانا بفرجيكم بعد ضغط الثلج كيف بتصير معنا. نضيف عليهم بعد ما خلصناهم، نضيف عليهم الثلج. هيك بتكون جاهزة معنا للفطار. حنعمل فيمتو اليوم، مع الفيمتو حنضيف المزهر والموارد مثل ما